السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نزرع الصبر الشوكي. الصبر الشوكي يزرع بهاي الطريقة. لازم نجيب لوح من الصبر زي ما انتو شايفينه، لوح من الصبر. طبعا هذا اللوح له تقريبا انا ماخذه من حوالي اسبوع، لاحظوا معي. لما نيجي نقصه من الشجرة، بعد ما نقصه من الشجرة طبعا بيكون في عنا هنا تحت زي الجرح. لا تزرعوا الكف فوري، لازم تتركوه حوالي كم يوم حتى يلتئم هون الجرح زي ما انتو شايفين. هذا اسمه غصن، وهاي اوراق الصبر. من هون تظهر أوراق الصبر. زي ما حضراتكم ملاحظين إنه حفرنا حفرة وجهزناها، بنجيب لوح الصبر لازم يكون ثلثه بالأرض مغطى بالتربة بهاي الطريقة، ويفضل إنه يكون مسنود يعني، ونضيف التربة. حضراتكم ملاحظين هيك ثلثة عن زي ما حكينا، نعمل بإيدنا هيك، نضغط على التربة حتى إذا كان في أي هواء يروح تماما. زي ما حضراتكم شايفين هيك زرعنا لوح الصبر. طبعا لوح الصبر ما بده ري نهائيا بكثرة، باستثناء ترطيب التربة اول ما، يعني مثل هيك نرطب اللوح فقط اول ما نزرعه، فقط مجرد ترطيب. تجربة سابقة لزراعة لوح الصبر في سطل، طبعا لازم يكون السطل مثقب من الأسفل حتى تنزل المي الزائدة، وزي ما حكينا فقط ترطيب مش أكثر. هاي إنباتات جديدة، هاي لوح صبر ثاني قمت بزراعته بالأرض، والسنة بحمد الله طلع لي 3 غصون زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ممكن ياخذ معكم وقت طويل حتى ينجح، او حتى يبلش يطلع اغصان ويبلش يطلع اوراق، بس زي ما حكينا اتبعوا الطريقة اللي اعطيتكم اياها. عدم اهم اشي، لا تكثروا مي.